ابنائنا تلاميذ الصف الرابع. ان شاء الله انا هشرح لكم النهارده سطح مصر. الحصص اللي فات بقى هراجع كده مراجعه سريعه عشان ما ننساش اللي فات. احنا عرفنا الحته دي بنسميها ايه؟ سميها البحر المتوسط. عرفنا دي اسمها ايه؟ البحر المتوسط. في هنا اهوت ده اسمه ايه؟ البحر الاحمر. اخر حدود مصر اهيت. ده اسمه خليج العقبه، ده اسمه خليج السويس. دي كلها اسمها حدود مصر. طيب احنا عرفنا ان من الناحيه دي في السودان، من الناحيه دي في ليبيا، في هنا فلسطين العربيه اللي هي محتلها اسرائيل. طيب اللي احنا عارفين ان مصر دي كلها صحراء. ايه اللي حصل؟ جه نهر النيل اسملي مصر نصين، نص شرقي هنسميه الصحراء الشرقيه، ونص غربي هنلاقي الصحراء الغربيه. عاوزك تلاحظ حاجة، إن الصحراء الشرقية أصغر من الصحراء الغربية. خلاص؟ والحتة اللي بنسميها شبه جزيرة سيناء. ده بالنسبة لسطح مصر. طيب، إيه هو سطح مصر؟ في حاجة عاوزك تفهمها، أي سطح في الدنيا بيبقى غير مستوي. أي سطح في الدنيا بيبقى غير إيه؟ غير مستوي. ازاي؟ يعني انا لو مشيت في الشارع ممكن الاقي حته مستويه زي دي كده، وممكن الاقي حته واطيه منخفضه، وممكن الاقي حته اعلى، وممكن الاقي حته مستويه، حته منخفضه، اي سطح في الدنيا كده. الحتت اللي هي مستويه ده هي هنسميها سهول. الحتت اللي هي لتحت المنخفضة هنسميها منخفضة. الحتة المرتفعة ده لهي ممكن نسميها هضبة، والحتة ده لهي ممكن نسميها جبل، والحتة المنخفضة هنسميها منخفض. وفي ممكن نلاقي تلال صغيرة، تلال قريبة من الجبال. ده بالنسبة لأي سطح في الدنيا. يبقى أي سطح هنلاقي فيه سهول، هنلاقي فيه منخفضات، هنلاقي فيه هضاب، هنلاقي فيه جبال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طب خلي بالكم معايا بقى، احنا كده عرفنا السهول والمنخفضات والهضاب. عامة عرفنا الهضاب والجبال والتلال دي بيسموها مرتفعات. بيسموها ايه؟ مرتفعات. في الخريطة بيدوها ألوان، يعني مثلا المرتفعات بيدوها باللون البني. باللون الايه؟ البني. والحاجات اللي هي شديدة الارتفاع بيدوها باللون البني الغامق. السهول بيدوها باللون الأخضر. المنخفضات بيدوها باللون الأخضر الغامق. والبحار بيدوها باللون الازرق. طيب دي خريطه. احنا دايما بنشوف الخريطه ايه؟ جايين لي في نص في احد اركان الخريطه وعاملين لي ايه؟ مربع صغير كده او مستطيل. مربع او مستطيل. ويديني لون مثلا بني، يقول لي دي مرتفعات، واللون الاخضر اخضر يقول لي دي سهول. الحته دي بسميها ايه؟ دي انا بسميها مفتاح الخريطه. يعني اي خريطه في الدنيا هتقابلني هلاقي فيه مربع او مستطيل في احد اركان الخريطه، يا اما في الجنوب، يا اما في الشمال الشرقي، في احد اركان الخريطه.
هنلاقي في حاجة اسمها ايه؟ مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن رموز وأشكال وألوان، رموز وألوان موجودة في مستطيل أو مربع في أحد أركان الخريطة. يعني الحتة دي بسميها ايه؟ بسميها مفتاح الخريطة.